معارك البيض وزيارة المقابر والمصارعة الحرة وأكل البن بالسمسم أغرب الاحتفالات أو عادات الشعوب في الأعياد في العالم. الناس دي بتعمل حاجات غريبة جدا ما تخطرش على بال أي إنسان، بس في الأول والآخر دي عادات وتقاليد وهم ما يقدروش يخلفوها. تعالوا بينا مع بعض نعرف إيه هي أغرب العادات دي. نبدأ طبعا بأم الدنيا، والعيد في مصر ليه طقوس خاصة بيختلف عن الدول العربية كلها. الكل بيتلم في الجوامع عشان يصلي، وبيكونوا مهتمين بنفسهم جدا وجايبين لبس جديد. كل ده عادي وجميل جدا. اللي بقى مش عادي ان المصريين مهتمين جدا بزيارة المقابر في العيد وقراءة القرآن للأموات. كمان عيد الفطر مرتبط معاهم بالفسيخ والرنجة، ويعتبر ده الطبق الأساسي في أول يوم عيد عند كل المصريين. نروح لإخواتنا في أفغانستان، واللي ليهم احتفال غريب جدا عمري ما سمعت عنه في الدنيا كلها، واسمه معارك البيض. الأفغانستانيين متعودين برضو يلبسوا لبس جديد وينظفوا البيوت ويعملوا حلوياتهم، لكن عندهم عادة اسمها معارك البيض، وهي انهم بيتجمعوا في الاماكن العامة والجناين ومعاهم بيض مسلوق ملون، وبيحاولوا يكسروا البيض في بعض عشان يعرفوا ايه هي اقوى بيضة. نقرب شوية لاخواتنا في الصومال، هنلاقيها مختلفة حبة في احتفالاتها في العيد. الجميل انهم بيعملوا حلقات ذكر ومديح نبوي ويغنوا فيها كلام وارباب الطرق الصوفية. كمان عندهم عادة غريبة جدا في العيد بتاعهم، وهي اكل البن. واحد هيسألني بيأكلوه ازاي؟ هو مش البن ده بيتعمل مشروب؟ لا يا سيدي، هما بيقلوه في زيت السمسم. ومشهورين كمان باكل العنبولو، وده عبارة عن ذرة مخلوط بالفول المحلي وبيتطبخوا مع بعض كويس قبل ما يتقدموا، وبياكلهم الناس الكبار في السن من الرجالة او الستات. نروح بقى لجزر القمر، هنلاقي ان العيد مرتبط عندهم بممارسة المصارعة الحرة، ومع بداية ايام العيد بيتعمل منافسة بين مصارعين مرشحين من مناطق معينة ومجموعات واتحادات مهنية مختلفة عشان يتنافسوا على كاس بطل المصارعة على مستوى الجزر الثلاثة، وهم انجوان وموهيلي وجزيرة القمر الكبرى. ولو رحنا لسلطنة بروناي هنلاقي عندهم عادة جميلة جدا نتمنى تكون موجودة في كل دول العالم، وهي ان قصر السلطان بيتفتح للشعب كله، واي حد عايز يروح بيروح، وبيروحوا عشان يسلموا على السلطان وزوجته وأولاده، وبيتفتح لهم الأبواب وبيقعدوا يلفوا في القصر كله وبياكلوا جميع أنواع الأكل في أطباق عليها أختام ملكية. والستات بيروحوا يقابلوا زوجة السلطان. سلطان بروناي معروف إنه محبوب جدا من الشعب ومش مخليهم محتاجين حاجة. نيجي للدولة الشقيقة تونس، واللي برضو نالهم من حظ العادات الغريبة جانب، وعندهم هدية بتتقدم في العيد اسمها حق الملح، وليها طقوس خاصة. واللي بيحصل إن الزوج بتستقبل جوزها اللي راجع من صلاة العيد بعد ما بتكون رتبت البيت أحسن ترتيب وبخرته بالعطور ولبست أجمل لبس عندها، وبتقدم له بإيدها الحلوين طبق الحلويات وفنجال القهوة. بس هو مش بيرجع فنجال القهوة فاضي، وبيحط فيه حتة من الذهب أو الفضة على حسب قدرته المادية، وده بيكون عربون محبة وتقدير لمراته في محاولتها إنها تفرحه. وبس كده، دي كانت أغرب العادات والتقاليد اللي بتحصل في الأعياد في أكتر من دولة في العالم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتابعونا عشان يوصل لكم كل جديد.